قليلا من منازلة الملاكمة الجزائرية إشراق شايب في هذا النهائي لوزن أقل من 66 كيلوغرام. وليد، إليك الخط للتعليق على أطوار النزال النهائي بالنسبة للملاكمة إشراق شايب. نعم سعيد، ربما الملاكمة التركية قوية جدا التي ستواجه إشراق في هذا النزال، لأن الحظ يعني اليوم رانا هنشوفوا مقابلة يعني عالمية. الملاكمة بوسانس يعني بطلة عالم مرتين، بطلة أولمبية، أحسن ملاكمة في الألعاب الأولمبية هذه هي بوسانس راهي معنا اليوم. تكون يعني مقابلة قوية جدا بين الملاكمتين. إشراق يعني هي عندها ميدالية برونزية في البطولة العالمية، بوسانس ميدالية ذهبية مؤخرا في البطولة العالمية. إن شاء الله تكون يعني هنا استعراض يعني كبير بيناتهم. رغم قوة الملاكمة وليد، لا بأس نترك ترتاح قليلا من التعليق ونذهب في هذه الأثناء إلى السباحة ومنافسات سباق 50 متر رفقة مراسلنا بوهران ياسين راشي. ياسين أهلا بك. السباحة الجزائرية الآن ممثلة بالجزائري صيود، ستكون بعد لحظات فسات الملاكمة رفقة وليد معمري والنهائي الذي يجمع في هذه الأثناء الملاكمة الجزائرية إشراق شايب بالقميص واللون الأحمر. أجل زميلي بدر الدين، بكل صراحة المنازلة صعبة جدا على ملاكمتنا إشراق، سيما وأنها تواجه بطلة العالم في هذا الوزن السعيد. نعم، هذه المقابلة صعبة جدا، وهي راهي تواجه يعني قلنا بطلة عالم مرتين وبطلة أولمبية وأحسن ملاكمة في الألعاب الأولمبية. هذه بوسانس هي معروفة يعني بالفنيات تاعها. كنا في البطولة العالمية مؤخرا في تركيا، لو انتصرنا على الكندية اللي تغلبت علينا 2-1 لكمناها في النهائي، ولكن ما كانش سوء الحظ بالنسبة لإشراق اللي يعني هزمنا مع الكندية في دور النصف النهائي وما قدرناش نلحقوا مع النهائي مع تركيا. حتى من حيث السن أكيد أنه إشراق أصغر من الملاكمة التركية، يعني الخبرة، كل الخبرة تملكها الملاكمة التركية، وعامل خبرة مهم جدا في مثل هذا المستوى. جميل. الملاكمة إشراق هي من مواليد 2001، يعني راهي صغيرة كثير، وعندها يعني قدرت تتحصل على الميدالية البرونزية في البطولة العالمية. اليوم راهي تلاكم بطلة العالم وراهي تمد كل ما عندها، راهي تسير في الملاكمة في المقابلة تاعها. يعني نعم، أنا نشوفه بأن انتهاء الجولة الأولى 10-3-0 النتيجة كاملة لصالح التركية، هذا يعني كان مفروغ منه. هي قوية، الملاكمة قوية، ولكن هذا يدخل في الاحتكاك بالنسبة للملاكمة تاعنا الجزائرية إشراق. أجل سعيد، كل التشجيع للملاكمة الجزائرية إشراق شايب التي ما زالت في مقتبل العمر والتي قد تكون بطلة عالمية مستقبلا، سيما وأنها متحصلة على البرونز في البطولة العالمية. نعم، لحد الآن يعني رانا ضمننا بالنسبة لإشراق الميدالية الفضية. الميدالية الفضية هي غالية كثير، وهدتها إشراق يعني للجزائر. نقولوا ما زال عندنا يعني الحظوظ في الجولة الثانية والثالثة. وليد، إن حاجة اللي نضيفها أن الملاكمة التركية. أجل زميلي بدر الدين، أسمعك. وليد، لدي تساؤل يحتاج إلى إجابة من خبيرك سعيد إبقراشن حول ربما الراحة التي امتلكتها الملاكمة الجزائرية إشراق شايب التي تأهلت إلى النهائي بعد انسحاب خصمتها في مواجهة الأمس. هل الأمر يؤثر إيجابيا كون أن الرياضية تملك مجالا أكبر للراحة والتعافي من المواجهة الأولى، أم أنه ربما يكسر ديناميكية المنافسة التي بدأت به مواجهات أو منازلات ألعاب القوى؟
سؤال وجيه زميلي بدر الدين، سأحوله لسعيد. سعيد بدر الدين يقول لك أنه استفادة الملاكمة إشراق من راحة بعد فوزها على الملاكمة في النصف النهائي باستسلام الملاكمة الخصم، هل هذا لصالحها أم أنه يكسر رتم المنافسة؟ لا، يكسر رتم المنافسة. أنا حبيت نقول بلي أن الملاكمة التركية لاكمت زوج مقابلات، هي راهي داخل اليوم يعني في ارتياحية في النهائي أمام الملاكمة الجزائرية، يعني لم تلاكم الملاكمة الجزائرية إلا حتى اليوم، يعني البارحة كان انسحاب يعني الخصم تاعها المغربية وما لاكمتش، لو لاكمت البارح الملاكمة الجزائرية لتكون أحسن اليوم. الملاكمة التركية يعني عندها أحسن خبرة، وأنا سبقت وين قلت لك هذا احتكاك جيد بالنسبة للملاكمة تاعنا اللي راهي صغيرة في السن ولا تحضر. نشاهد في هذه الأثناء أيضا حفل توزيع الميداليات بالنسبة لرياضة الجودو وتسلم المصارع الجزائري بوعمار لميداليته الفضية في وزن أقل من 100 كيلوغرام. نعود إليك وليد لإكمال التعليق على أطوار المنازلة النهائية بالنسبة للملاكمة الجزائرية إشراق شايب التي تواجه في هذه الأثناء الملاكمة من تركيا في وزن أو التركية سورمانلي في وزن أقل من 66 كيلوغرام في سبيل التتويج بالميدالية الذهبية. تفضل وليد. صدقني زميلي بدر الدين، رغم الفارق في الخبرة إلا أنه إشراق وقفت الند للند مع الملاكمة التركية في هذا النزال، هي مشكورة. أنا شخصيا أتوقع لها مستقبل زاهر وأنها ستكون بطلة مستقبلا، سيما وأنها شابة في مقتبل العمر. زميلي بدر الدين، أليس كذلك سعيد؟ نعم، شوف إشراق قلت لك عندها قوة كبيرة، يعني إشراق واجهت في البطولة العالمية أحسن ملاكمات وعزلتهم، يعني قدرت تتغلب عليهم وهي شجاعة وعندها قوة كبيرة. نشوفوا الآن نتيجة للدولة. 3-0 للتركية، يعني الآن العالم الكاملة للتركية. يبقى الجولة الثالثة. أنا سبقنا وقلنا بأن إيمان يعني عندها قدرات كبيرة وعندها يعني الشرف والحظ أنها لكمت الملاكمة بوسناصر هنا في الجزائر، راهي يعني وزميلي يعني وليد راهو شاهد على ذلك، هي تلاكم بكل قوة بكل جدارة باش تشرف هذا الشعب وتشرف الألوان الوطنية. نعم، وهي مشكورة على كل المجهودات التي تبذلها. وليد، لا بأس بالتذكير بنتيجة النزال إلى حد الآن، كم هي نتيجة النزال النهائي بالنسبة للملاكمة الجزائرية إشراق شايب مع التركية سورمانلي؟ الملاكمة التركية متفوقة في جولتين، يمكن القول أن الأمور حسمت بشكل كبير في هذه المنازلة بين إشراق شايب وناظرتها التركية، لكن تبقى في رياضة الملاكمة الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات، بالرغم من أنه حدوث المفاجأة شيء صعيب حدوثه في هذا النزال. نعم، يبقى إلا أن إيمان أن إشراق شعيب إشراق تكمل الجولة الثالثة، تعمل كل ما عندها يعني يعني والله العظيم يعني الملاكمة التركية قوية جدا، وهذا يعني يعطينا يعني أكبر خبرة بالنسبة لشعيب إشراق. شعيب إشراق راهي صامدة لحد الآن، راهي تلاكم في ملاكمة التركية. أنا نقول وأشهد على ما أقول بأن المقابلتين اللي أديتهم بوساناس في اللي قبل هذه المقابلة تاع اليوم كانت تلاكم بكل ارتياحية، كانت تتغلب عليهم في الجولات الثانية، يعني المقابلة الأولى تاع بوساناس وقفت الخصم تاعها، الجولة الثانية في المقابلة الثانية وقفت الخصم تاعها، أما مع شعيب إشراق راهي صابت صعوبات كثيرة وراهي تواجه فيها لكمة بلكمة. صعوبة كبيرة وجدتها البطلة التركية في مواجهة بطلتنا إشراق شايب التي
تتوج هي الأخرى بالميدالية الفضية، وهذا ليس بالأمر الهين فضية في الألعاب المتوسطية في أول مشاركة لإشراق شايب في منافسة متوسطية تحصل على ميدالية فضية بعد أن تحصلت على البروز في البطولة العالمية الأخيرة. سعيد. نعم بوسناس قوية تمتع يعني، وإشراق هي تكسب خبرة. شكرا لإشراق، شكرا على الشجاعة تاعها، القوة تاعها، البدارة تاعها، يعني معروفة إشراق هي قوية ولا تستسلم أبدا، تكمل يعني حتى الدقيقة الأخيرة. شكرا لك إشراق على كل شيء. أكيد هذا الاحتكاك بملاكمات عالميات من هذا الطراز يمنحها القوة والخبرة مستقبلا لكي تكون أحسن من هذا ولكي تبلغ الأهداف المسطرة. الآن ملاكمة في سنها تملك فضية في البطولة العالمية وتملك برونزية في البطولة العالمية وفضية في الألعاب المتوسطية، شيء ممتاز جدا. نعم بالنسبة لإشراق يعني ميدالية برونزية في هذا السن يعتبر يعني حاجة كبيرة بالنسبة للملاكمة النسوية. لفت الانتباه بان الملاكمة إشراق كانت بالتفكير بتصفيات المقامة حاليا لسباق 400 متر والظاهرة أسفل الشاشة، أين احتل العداء الجزائري صديق حمومي المركز الثاني في تصفيات سباق 400 متر. تفضل وليد. شكرا لك إشراق على هذا الأداء. نعم، ونهاية هذه المناسبة التي قامت فيها الملاكمة الجزائرية بكل ما عليها لكنها اصطدمت ببطلة العالم في هذا الوزن، وأظن أنها لن تفوز في هذه المنازلة باعتبار أنها نازمت للملاكمة التركية. نعم، ميدالية فضية أخرى إلى الجزائر، يعني لحد الآن 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية لإشراق الشابة إشراق، تهدي للجزائر الميدالية الفضية. هنيئا لها، هنيئا للملاكمة الجزائرية، هنيئا للملاكمة النسوية، هنيئا للشعب الجزائري. شكرا لك إشراق على كل هذا الأداء. نعم، كل الشكر للملاكمة الجزائرية إشراق شايب، تتويج بالميدالية الفضية في وزن أقل من 66 كيلوغرام.